مشينا لأوزود وقلت علاش لا، غادي نشارك معكم بهذه الجولة من أوزود. ولا مشيتوا لأوزود ضروري أنكم غادي تدوزوا على بير الويدان. نبطو ناخدو باطو نجيبو دورة كروزير. الا هبطتوا لبير الويدان يمكن لكم انكم تجيبوا دوره بالباطو ولا كروازيغ اللي غادي يجيب بكم واحد الدوره في هذه المنطقه كلها اللي كتشوفوها هكذا، كتمتعوا بالمناظر الطبيعيه. وحنا كنعرفوا ان المناطق الجبليه ضروري ان كنديو ليهم وليداتنا واخا غير مره في حياتهم، لان حنايا اغلبيه كنفضلوا اننا نمشيو للمدن اللي فيهم البحر او المدن البحريه. الجبال قليل فاش اننا كنديو ليهم وليداتنا، يعني زعما كل مره يعني كنديهم مره في شحال. انا صراحه أوزود اولا بير الويدان تقريبا جايه لعشر سنين ما مشيتش ليها، يعني جايه لعشر سنين ما مشيتش شفت هذه المنطقه. ولكن صراحة ساميريت يعني انكم تمشيو ليها واخا غير مره في حياتكم. واحد المناظر اللي هي زوينه زوينه بزاف، وحتى الوليدات كيبدلوا الجو. مشينا في هذه العطله البينيه تقريبا، حنايا دابا في شهر اواخر ديال شهر 4 الاول ديال شهر 5، يعني كانت هذه العطله جينا 2024 بطبيعة الحال، جينا نكتشفوا المنطقة. والصراحة كان واحد التغيير اللي هو كبير وكبير بزاف. بالنسبة للطريق اللي جاية من بني ملال، يعني حنا حيت بتنا في بني ملال شفنا عينا سردون وداك الشيء، راه غادي نخلي لكم واحد الفيديو مفصل لديك الجولة في عينا سردون، حيت هي راه ما مشيتش ليها مدة طويلة. راه كيف ما اللي جاي بني ملال راه ضروري ما كيشوف عينا سردون وكيشوف شلالات أوزود. المهم صراحة الطريق جاية مسرحة، ما فيها لا حفاري لا حتى حاجة، مقادينها وكلشي. كتجيب نيشان من غير الفيراجات، خاصكم تحملوا الفيراجات. واللي داي مع الوليدات ضروري دي مع دي بلاستيك، راكم عارفين غيزوقوا لكم الطوموبيل. ولكن الطريق ما فيهاش صعوبات كيف ما كانت من قبل، ما قلت لكم راه جاية لعشر سنين ما جيتش. ومنين حتى كاع كتوصلوا لهنايا الأوزود، ها انتم كتشوفوا لي ريستورون بادين من الفوق حتى لتحت، يعني حتى لجهه الواد لتحت، يعني مازال نتوما كتهبطوا نتوما في لي ريستورون. البلاصه اللي عييتوا فيها وبغيتوا تاكلوا راه كاينين طواجن، كاين الشوا، كاين طواجن بالاشكال بالخضار وبالبرقوق وبالليمون اللي بغيتوا راه كاين. وكاينين دوك لي كيوسك اللي كيبيعوا مثلا لي سوفونير، كاين دوك لي كيوسك اللي كيبيعوا هذا مثلا دوك لي غلاس وداك الشيء اللي كيبغيو الوليدات وداك الشيء. المهم كلشي متوفر، العصائر متوفرين، كلشي كاين. جيبوا غير تكاو على بسطافكم وجيو. غير حاجه واحده اللي غادي ننصحكم بها، جيتوا الا كنتم ماجيين لشلالات أوزود ضروري لبسوا سبرديلات، خذوا كاسكيطات معكم، وخذوا شويه قراعه. المهم هنايا راه غتلقاو منين تشريو قراعي الماء وكلشي، غير انما وهدوا ركيباتكم حتى غادي تكونوا مرتاحين وغير عندكم الحال وغتكونوا ناشطين. ايوا منين غادي تساليوا الجوله وغادي تبغيو تطلعوا، اللي عندها شركه بيتوجدهم. واللي عندها شي قلب صحيح راه غادي تبان. انا بعدا راه طالعه كنهج. المهم المناظر غزاله غزاله بزاف، وها انتم كيف ما غادي تسمعوا معايا، شوفوا سمعوا الصوت ديال الماء كيريح. صراحة والله ما كنا كنفيتهم بالمناظر قبل اللي كنصوره، ما كاينش اللي ما كتلقايش هذا التليفون وكيصور، يعني زعما الصراحة وما عرفتش كيفاش هذه الظاهرة وداك التصوير واش كتقدو ليها الجهل، يعني حتى من بعد حتى كنرجع وعاد كتبقى كتشوف واش أنا شفت هذه ولا ركزت مع هذه. المهم
المناظر غزاله غزاله بزاف. المهم حنايا غنبقاو غاديين كنهبطوا حتى كنهبطوا هانتوما كيفما قلت لكم غاديين والطواجن كاينين، غادي نهبطوا حتى لتحت حتى الواد وغادي ناخذوا واحد الباطو ولا ما عرفتش شنو كيسميو تما غادي نركبوا فيه وغادي يدينا حتى لدوك الشلالات غادي نشارك معكم هذه الجوله. بقاو معايا. هنايا كيفما غادي تشوفوا صافي راه خدينا الباطو كتاخذوه ب 10 دراهم الواحد يعني وكيجيب لكم واحد الجوله. اشنو هي هذه الجوله؟ يعني كيدي لكم من تحت ديك القنطره حتى لحد ديال الشلال حتى كتقربوا ليه ومن بعد كيرجعكم. فوالا هذه هي الجوله ولكن صراحه زوينه يعني ب 10 دراهم يبقى ماشي شي حاجه ولكن المهم كانت واحد الاكسبيريونس اللي هي زوينه حتى الوليدات كيفرحوا بها. هنايا الجولة بالباطو سالات صافي. من بعد يمكن لكم انكم تمشيو للجهة الاخرى، ومن الجهة الاخرى الا بغيتو تمشيو ليها كتقطعو داك الواد يعني داك الواد اللي جاي مع الشلال، ولا بغيتو تقطعو كدوزو على هاد دايرين بحال شكل خنشات اللي قاطعين اللي كيقطع اللي خاصك دوز منه باش تقطع الواد، وهاد الخنشات خاصو يدوز واحد يعني كيدوز واحد مورا واحد، يعني الناس اللي جايين من الجهة الاخرى كيخصهم يتسناو حتى يسالو الناس من الجهة من واحد الجهة. المهم انا جربتها ماشي سهله يعني خاصنا حتى يدوزو الناس كاملين عاد تدوز نتايا، لان البلاصه كتدي واحد يعني كدير غير واحد بواحد يعني ما يمكنش انكم تدوزو حدا بعضياتكم. المهم دزنا هادشي اللي كاين في الجهه الاخرى، حتى هما كاينين كيقطعوا هذا كاينين دي ريستورون كطلعي مع واحد الطلعه اللي هي تبارك الله ماشي سهله. ولا بغيتي تكملي هادشي اللي كاين يعني ما كاينش شي حاجه اللي من غير هكا. صراحه حنا ما كملناش لان الوليدات عياو، درنا دونيتور ورجعنا لان باقي تابعنا الغدا وتابعنا اننا نطلعوا ديك الطلعه كلها اللي هبطناها
باش نمشيو حالاتنا يعني ماشي سهله. المهم هنايا صافي منين عينا طلعنا منين مشينا لواحد الريستورون كاينين تمايا خدينا طويجنات طاجين ديال بالفرخ وطاجين بالخضيره. المهم كل واحد على بغيتو تاخذوا حتى الشوا كاين كلشي موجود الصراحه كلشي كاين عندهم. الحاجه اللي بغيتوها في الغدار راه كيعطيوها لكم. المهم هنايا ملي كنا طلعنا لديك الطلعه هذا هو المنظر اللي كيبان لكم يعني كيبان لكم الهبطه ديال الشلال كلها صراحه واحد المنظر اللي هو زوين لانه وقفنا تما حتى صورت لكم المنظر ومن بعد رجعنا وهبطنا وكنا تغدينا. هذا الشيء اللي كاين داك الشيء زعما الصراحه الجوله كانت زوينه زوينه وفيها واحد الراحه نفسيه اللي هي زوينه وبدينا الصراحه الجو لان اغلبيتنا كنبغيو نمشيو للمدن كيف ما قلت لكم اللي فيهم البحار وكنفضلوا المدن اللي فيهم البحار لان كيكون فيهم ما يتشاف وحتى الوليدات كيعوموا وداك الشيء. حنا وليداتي هنا الصراحه ما كرهوش انهم يعوموا ولكن ما خليتهمش لان الجو واخا هكا مبدل وخفتهم يضربهم البرد. واخا داك النهار اللي كنا مشينا فيه كانت فيه درجه الحراره اللي هي طالعه وكان صراحه الجو زوين صراحه. المهم هنايا الجولات هما هادو يعني هادشي اللي كاين في اوزود ما كاينش شي حاجه اكثر من هكذا. نتمنى ان الجوله بطبيعه الحال تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم بطبيعه الحال ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه وما تنساوش تخليوا لي التعاليق ديالكم الى مشيتوا لاوزود كيفاش جاتكم الاكسبيريونس و الى كنتوا بحالي 10 سنين ما مشيتوش كي جاكم الاختلاف واش كاين شي تغيير ولا لا. الوليدات ديالكم اذا دوتيهم اوزود واش عجبهم الحال خصوصا ملي كنكونوا راجعين لان كيكونوا صافي عياو. راه الطريق صراحه واخا من بني ملال لهنا او حتى الناس اللي كيجيو على طريق مراكش راه كاينه الطريق تبارك الله وكيكونوا الفيراجات. المهم نتمنى لجولتنا الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد. سلامه.